يلا خلينا نجدد الاشتراك. انا هسه ايش مطيك هنا انا؟ هاك ميري يلا صار مطيك مسافتين هسه اول شيء ايش مطيك هاي مسافه لو كموبايل ايش اسمه لوكيتد جيت 5 كيلو متر اواي فروم بيس ستيشن اند يوزر يعني بين اليوزر والبيس ستيشن القاعده يعني المحطه المحطه الرئيسيه بين العصر فيرتيكال ايش مطيك القطب مالته واي على أربعة هاي احتمال يعني لامدا لامدا على أربعة لامدا على أربعة هاي مو ثابته هاي يجوز تطيق على غير قيمه يعني واي على غير قيمه هيك شيء يعني مو ثابته واي على أربعة بس هي تقول لك الاقتطاب مالتها البيانات انها واي على أربعة هاي شوف واضح اوكي يعني الربح مالتها ايش قد 2.55 ديبي للريسيفر كالكوليت راديو سيجنال احسب المثل شو اسمه الموجه الراديويه مالته الايفيلد ات ايش قد ها 1 كيلومتر اذا ها شنو هاي مسافه ثانيه صار عندك هسه مسافتين اعلى مسافه هي شنو هي دي اقل مسافه هي شنو هي دي نوت اوكي دي مسافه عندك بس اثنين مجر الضغط مالته ايش قد 10 ناقص 3 في على ام هذا هو الاي اي نوت ها اوكي اللي هو الضغط مالته ايش قد التردد 900 ميجا هرتز اول شيء شيريد فايند ذا لينث اند ذا جين اوف ذا ريسيفينج انتنا يريد المسائل شو اسمه طولها والربح مالتها اول شيء ايش عندك انت الربح شو يساوي لك ها اللينث اللينث شو يساوي لك ايش قد مدتك يا القطب هو اللامدا على أربعة بالسؤال زين لامدا عندك ما عندك لا لا شو اسمه الاربع عندك اللامدا شو تساوي لنا السي على التردد ويساوي لنا 3 في 8 في 10 اس 8 على ايش قد 900 جوال 3 ميجا في 10 اس 6 3 اوكي طبعا وايد تجيب 900 يمكن ثابته لا ما لا تردد هذا ما اخذت ثلاث مراتب هنا أنا. اكو واحد 400 قالت كل اخذت ثلاثة عين اللينث 4 ايام تطبق قانون اللينث اوف ذا انتنا اللي هو ال مو قلنا شي يساوي لنا الواي على 4 ويساوي لنا ايش قد طلعت 0.333 على 4 وش تطلع لك 0.0833 متر هنا يمكن ياخذ بالسنتيمتر اذا لانه محمله بالسنتيمتر لان انتنا طول انتنا تضرب في 100 تضرب في ايش قد في 100 حتى تحول المل للسنتيمتر ايش راح يصير 8.33 سنتي متر سنتي متر كبره يعني هسه الجين كل فيديو لازم نقلنا لي لولا ما فشل الجين سنتي كافي سيف قال سنتي ومسوي هاي الكبر طوله لامدا تربيع شندك قانون جديد هو كل هذا الجين ايش قايل لك هذا القانون مالته هو الطاق قانون بس هو اصلا قايل لك الربح ايش قد 2.55 اوكي ومحول لك يا المن ديبي تحولين هو النمبر. ديبي مطي شنطيك تحول عكسه شو تسوي طلع مو هو لا يريد بالنمبر يمكن مو شنطيك يحدد ايه يحدد بس هذا ديبي اي فايش تسوي قبل شو تقول له 10 يعني 10 اس 2.55 على 10 على 10 هاي اوكي النتيجه مالت 1.8 هاي بالحاسبه 10 اس القيمه اللي تريدها على 10 كاسيو هاي من الدي بي للرقم الاعتيادي هذا من الدي بي للرقم الاعتيادي هذا كله اي المطلب اي هذا مطلب اي هسه مطلب بي شو يقول لك مطلب بي يريد لك ريسيف باور ات ذا موبايل يوزنج ذا تور اعطنا هاي الجين بقانون هذا ما كاتبين احنا قبل لا ده هذا موضوع جديد موضوع جديد موضوع جديد لا يا بل موجود الجين لا مو ما بي أي موضوع جديد هذا ما كان ما سوى هذا موضوع جديد الجين ما توحد باوع لي هنا وهذا علام ده تربيع اي اي كلاس باوع لي هذا وين اي 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 مو داقو شنو يعني هنا انا فاين ذا ريسيفر باور ات ذا موبايل يوزنج ذا توراي جراند لا مو هذا مو هذا حج علام ده تربيع هذا الثاني هذا هذا نفس الجين بس اهدوا وين اي ادري ماركت اي اي حجي حجي احنا نحكي عن المواضيع قبله هذا هو غير نفسه تطلع اي نفس القانون شلون ذاك بي دي وين شو عندك اي انت بالقوانين ايش بك هالبدايه هالجين
جين نفسه احنا ما كان عندنا جين ولا اي ذاك شو اسمه البدايه ايش بيك هاي صار صار كان رحت على الباث نفس عند نفس الجين او مدخهم بي ولا اي هنا شنو هي الفتحه الفعاله شوف ايش كاتب مش تسعه فتحه الفؤاديه يعني هسه ايش عندك البي ايش مطيك مطيك الهايت ترانسميشن اللي هي الاتش تي مطيك الهايت ريسيفر الاتش ار اوكي حددها مطيك اياها اوكي شيريد فايند ذا ريسيفر باور اللي هو شنو بي ار هذا اتش تي مو كرار مطلب ثاني هذا الهاي ترانسميتد مو قايل لك فايند ذا لينث اند ذا جين وذي جين الربح هو الربح مطيك اياه بالدي بي قبل لا هذا هذا السؤال مطيك اياه الجين اوفر هاي الديبر للريسيفر قد بس حول رقم ما سوى القانون ما طبق بعد هسه ما طبق لا ما طبق القانون شنو قسم على لام اعتقد لا 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 1.8 ايش فيك نمبر هسه شنو عندك شريط يريد شو اسمه البي ار البي ار شنو قانون البي شي يريد يقول لك طلع لي بار للريسيفر شو يساوي البار الريسيفر المين هسه هاي تخلي لها دي شنو القانون مالته ناقص لا اي تربيع مطلق الاي تربيع يمكن له هاي مطلق غير شنو اي مطلق الاي تربيع ماكو وينك هاي مطلق تربيع. مطلق تربيع وينك على المطلق تربيع ما يتربع المطلق شبيك شنو هاي بس تقل بالاشاره ترى ما لها شغله التربيع هو يطير الاشاره اي عادي كمل شنو مو اي بس قلب الاشاره ادري ايش فيك التربيع يطير الاشاره اي بس هو قانون ثابت هذا القانون يا اما هيك يا اما تسوي الاي اي وسطين طرفين قانونها يا اما وسطين طرفين الاي يتحول الى قانون ثاني شو يساوي لك هم نفسه غير قانون ثاني له شو يساوي لك على منو على ال 120 باي في منو في الجين لامدا تربيع على منو 4 باي سوى هذا نفسه سوى وسطين طرفين صعد الجين وطلع الاي اللي هي هنا أنا مجهوله حتى يطلعها صحيح اوكي هسه ايش عندك عندك الاي مجهوله الاي ما عندنا هاي الاي عندنا قانون شنو يقول لك الاي توتال اي ترتيب عندنا اي توتال شو يساوي لك احنا عندنا الاي نود بس ما عندنا الاي توتال الكليه شو يساوي لك 2 اي نود في الدي نود خربط غرب الفرقان في 2 باي همم حبيبي الاتش تي بالاتش ار على منو على الدي ترى ما صارت 8 دقائق افصل لامدا دي في دقيقه لامدا دي بس اصبر لنا يا ولد ها العفو الدي نوت هاي مو هيك شي في عندك الثانية شنو اللامدا دي على اثنين باي باي اتش تي باتش الار هذا قانون الاي توتا يا هذا كله قانونه هذا قانونه تجي تساوي شو بكتب قانون حتى ذاك حتى نقرب احفظهم مندو خاي مين جتي ويتش جرب اخا لا ما قطعت لا مانع هذا قانون هذا اي قانوني هسه ايش عندك تطلع لي توتال لي توتال شي يساوي لك لي توتال اي توتال الاثنين اي الاي نود عندنا اثنين في الاي نوت ايش قد عندنا 10 ناقص 3 في 10 ناقص 3 في من اللي عندنا بعد الدي نوت ايش قد الاي نوت 10 ناقص 3 مو مطي وفي الدي نوت هي 1 كيلو اللي هي في 10 ناقص 3 الف لا ما حتى ادري 10 ناقص 3 10 ناقص 3 الدي الكليه 5 كيلو 5 في ايش قد 10 ناقص 3 هذا الكله فيه باش عندك 2 باي في 2 في 3.14 في 3.14 ارجع للقانون اللي عندنا ال اتش تي هي 50 ملي 5 في 10 ناقص 3
لا من راح وطلعها بالملي. إذا تقدر تسويها بعدين تحولها. لازم تحولها. 50 في إيش قد؟ 10 سناب سلاف. 1.5 هم ملي. قبل ضرب. وهنا أنا شنو اللامدة عندك؟ 3 في الدي. في منو؟ الدي. في الدي اللي هي 50 في 10 أس 3. لا 5 لا في 5. تريدون جيبها حسب حتى طلع. واحد واحد ثلاثة بوينت واحد في عشرة ناقص ناقص ستة في على ام. هي هنا تقدر شنو تضربه هنا في ايش قد؟ في عشرة ناقص ثلاثة. وهنا في عشرة ناقص ثلاثة. صار عشرة ناقص ستة. عشرة ثلاثة تبقى هنا عشرة ناقص ثلاثة. تصعد واحدة تبقى بس ناقص. لا لا اثنيناتهم ملي بملي بعد كبر هاي تصعد لي فوق وقف. انت مصار هواي مو قلت لك.